Broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ma'akum Muhammad Mahmoud Al-Sayyid, Ustad Musa'ad fi Kuliyat Al-Tib fi Jami'at Massachusetts. Halian a'mal ka internal medicine hospitalist. خريج جامعة حلب عام 2009 وانهيت اختصاصي في الأمراض الداخلية من جامعة ميامي بعام 2013 وعملت ماجستير في الصحة العامة من جامعة واشنطن في سياتل. أهلا وسهلا فيكم في المحاضرة الثامنة من هذا الكورس من ممارسة الرعاية الصحية المسندة بالبراهين، وهي هي المحاضرة الثامنة اللي هي راح تكون مسجلة ويتبعها إن شاء الله محاضرة حية، وراح نعمل فيها أمثلة بشكل مباشر مع المستمعين. المحاضرة هي راح تكون بشكل رئيسي على موضوع نقد وقراءة الدراسات الرصدية أو الدراسات الملاحظة اللي هي Observational Studies. عندنا ثلاث محاور للمحاضرة اليوم. المحور الأول راح نتكلم فيه بمراجعة سريعة على أنواع الدراسات الرصدية، وأنا بنصحكم إذا بدكم معلومات تفصيلية أكثر إنه بترجعوا على المحاضرة اللي اسمها Study Designs number 1 وStudy Designs number 2 للدكتور أحمد مجاهد والدكتورة شغاف بكور، اللي شرحوا فيها بشكل مفصل أنواع الدراسات بشكل عام، وأيضا شرحوا موضوع الدراسات الرصدية. أيضا أنصح أنه ترجعوا على محاضرة الدكتور بلال فرواني اللي تكلم على مقاييس الارتباط اللي هي Measures of Association، وضروري أنه نفهم التفاصيل هاي قبل ما نمشي بالمحاضرة تبع اليوم. المحور الثاني هو راح نتكلم على نقاط القوة ونقاط الضعف بالدراسات الرصدية، وأخيراً وهو أهم قسم بمحاضرتنا اليوم هو كيف نقرأ المحاضرة الرصدية وكيف يتم نقدها بشكل كامل بحيث أنه نحصل على النتائج ونفهم الدراسة بشكل مفصل وبشكل موضوعي. بالبداية راح نتكلم، بدي أحكي على الهدف من أي دراسة. الهدف من أي دراسة رصدية بشكل عام هو أنه نجد العلاقة بين الإكسبوجر اللي هو التعرض والأوتكم أو النتيجة أو الناتج. فهدفنا الرئيسي أنه نجد هاي العلاقة ونحدد هاي العلاقة بين التعرض والناتج. فمثلا التدخين هو نعتبره ممكن هو التعرض، انه اذا تعرض الانسان للتدخين فاحنا ممكن نتوقع انه الناتج هو حصول سرطان الرئه. فالعلاقه هي علاقه من جهه واحده، علاقه بين التعرض والناتج الدراسي. فمهم جدا انه ندرس ونشوف انه هل هناك فعلا علاقه بين هذا التعرض وهذا الناتج ولا ما في علاقة. فهذا هو هدف أي دراسة من النوع الدراسات الرصدية، إنه إيجاد العلاقة بين التعرض والناتج. أنواع الدراسات، أنواع الدراسات إما أن تكون دراسات experimental يعني دراسات تجريبية، وشرحها الدكتور أحمد مجاهد بـ Study Designs number 2 وشرح أنواعها بشكل كامل، وأيضا شرح هو الدراسات الرصدية. فالدراسات التجريبية هي الدراسات اللي يكون فيها عامل بشري، هذا العامل البشري هو اللي يعطي لنفرض الدواء لمجموعة من الناس ويعطي دواء وهمي لمجموعة أخرى، ونقارن النتائج بين حصول المرض أو عدم حصول المرض أو حصول المناعة أو عدم حصول المناعة، واللي هو الأوتكم أو الناتج من هذا التعرض. وبالتالي الدراسات التجريبية إنه نحن اللي بنعطي هذا التعرض أو بنعطي الإكسبوجر لمجموعة الناس، إنه نحن اللي اتدخلنا بهذا الشيء.
ولكن الobservational studies اللي هي دراسات الرصدية هي خارجة عن إرادة البشر، واللي بيصير إنه يصير في عنا تعرض وبعدين بيصير عنا ناتج outcome، ونحن ما لنا علاقة بهذا الموضوع، لا لنا علاقة بالإكسبوجر ولا لنا علاقة بالأوتكم، ولكن نحن هدفنا إنه ندرس إنه هل هناك علاقة بين هذا التعرض وهذا الناتج. مثال إنه لنفرض منطقة من المناطق كان فيها مصنع وينتج مواد ملوثة، وهي المواد الملوثة تعرضوا لها الناس بهاي المنطقة، فالتعرض صار، وبعدين نحن بدنا ندرس هل هذا التعرض أدى إلى مثلا إصابات أو أمراض رئوية أو أمراض قلبية. فنحن بشكل بعيد عن المؤثرات بندرس التعرض وبندرس النتائج المرضية من هذا التعرض، فهذا اللي بنسميه بالobservational أو الدراسة الرصدية. أنواع الدراسات الرصدية، هلأ الدراسات الرصدية هي اللي بتدرس إما أسباب أو بتدرس المناعة أو بتدرس العلاج لبعض الأمراض. إذن الدراسة الرصدية بتدرس أكثر من شيء، إما بتدرس أسباب يعني في عنا تعرض وهذا التعرض الإكسبوجر سبب مرض معين، أو بندرس البريفنشن إنه لنفرض تعرض معين اللي هو لنفرض حصول تغير جيني معين أدى إلى امتناع حدوث المرض، أو إنه معالجات معينة. إنه بالدراسات الرصدية ممكن نحن نشوف إنه الناس اللي أخذوا الدواء الفلاني استفادوا، والناس اللي ما أخذوا هذا الدواء ممكن ما استفادوا. فأنواع الدراسات الرصدية تقسم إلى 4 أنواع. النوع الأول هي الدراسة الحشدية، والنوع الثاني هو دراسة case control أو دراسة الحالة وما يقابلها من الشخص السليم. فالشخص السليم الشخص الحالي، فاسمها case control، وممكن تكون cross sectional وهي الدراسة المقطعية، أو قد تكون دراسة ecological يعني دراسة بيئية. فالدراسة الحشدية هي أشيع أنواع الدراسات، وهي اللي بندرس فيها حشد معين من الناس وبنراقب تأثير التعرض اللي هو الإكسبوجر على هذا الحشد من الناس، وبنشوف إذا صار عندهم الناتج أو المرض. أما الكيس كنترول هي إنه نحن نقوم باختيار مجموعتين من الناس، نحن بنعرف إنه المجموعة الأولى عندهم المرض يعني عندهم الناتج، والمجموعة الثانية بنعرف إنه ما عندهم المرض يعني ما عندهم الناتج، وبعدين بندرس إنه مين اللي حصل له تعرض من قبل. وبالتالي case control studies هي دائما تكون retrospective يعني تقهقرية أو راجعة. وبالتالي case control study هي تدرس العلاقة بين التعرض وبين المرض، ولكن اختيار الناس أو اختيار الحشد أو اختيار مجموعة الناس يكون من الناتج، إنه مين اللي حصل عنده المرض ومين اللي ما حصل عنده المرض. بينما بالكوهورت ستادي أنا باخد الناس بشكل عام والمعرضين، وبعدين بشوف مين اللي صار عنده ناتج المرض أو لا. الكروس سكشنال ستادي هي عبارة عن أخذ صورة مقطعية عن بوقت محدد وبمكان محدد. فرضا أنا بدي أدرس دراسة مقطعية لمعرفة طلاب الطب بموضوع مثلا اللقاح ضد التهاب الكبد بي، فبدرس أنا هذا الموضوع من خلال دراسة مقطعية، فأوزع استبيان على الطلاب وأطلب من الطلاب إنه يجاوبوني على الأسئلة، ولكن أقوم بهذا الشيء خلال أيام معينة فترة محددة، وتكون خلال هالفترة الزمنية أنا درست عرفت معرفة الطلاب بالتهاب بموضوع اللقاح التهاب الكبد بي. وبالتالي نحن نسميها دراسة مقطعية لأنه أنا إنه هي بتحدث بوقت محدد فقط،
بتدرس وما بتدرس العلاقة بشكل مباشر بين التعرض وبين المرض مباشرة. ما في هالعلاقة هي ما بتندرس، وإنما بتندرس هي العلاقة بين علاقة انتشار المعلومات أو انتشار المرض بمنطقة معينة. مثال آخر عن الدراسة المقطعية هي أنه ممكن أنزل على الشارع وبسأل الناس أنه ما هو رأيهم لنفرض بموضوع أخذ اللقاحات عند الأطفال، فممكن أعمل هاي الدراسة وأوزع هذا الاستبيان، فبشوف أنه عند هدول الناس اللي أنا عملت عندهم معهم الاستبيان أنه نسبة الناس اللي بيؤمنوا بإعطاء اللقاح ممكن تكون 60% أو 70%، وهذا وبالتالي أنا ممكن أحصل على الـprevalence أو معدل الانتشار للمعلومات اللي بدي أجمعها. هلأ الآخر نوع هو الدراسة البيئية. الدراسة البيئية هي اللي بتدرس العلاقة بين التعرض وبين المرض، ولكن عدد الناس أو عدد الناس اللي بيدخلوا بهي الدراسة يكون على مستوى كبير جدا، يعني ممكن يكون دولة أو عدة دول معينة. وأكبر مثال عليها لما درسوا موضوع الإيبولا بغرب أفريقيا، وعملوا الدراسات على موضوع الانتشار وموضوع الحدوث لهذا المرض. خلينا نبدأ بالدراسات الحشدية. الدراسات الحشدية هي الدراسة اللي بتقارن بين مجموعتين من الناس بشكل عام، على الأغلب هي مجموعتين من الناس، المجموعة الأولى حصل لها تعرض والمجموعة الثانية ما حصل لها تعرض، وبالتالي أنا أبدأ دائما من أخذ حشد من الناس، مجموعة من الناس، وهي المجموعة من الناس أقسمهم لمجموعتين. المجموعة الأولى هي الإكسبوزد اللي هن تعرضوا لشيء معين، لنفرض هدول جماعة المدخنين. القسم الثاني هم القسم الكنترول أو الناس اللي ما عندهم هذا التعرض، وهدول هم غير المدخنين على سبيل المثال. فالإكسبوجر هون التعرض هو تعرض اللي هو التدخين، وأتابع أنا هدول الأشخاص إما بطريقة تراجعية retrospective أو بطريقة prospective تقدمية، وأدرس إذا كان حصل عند هدول الناس الـ outcome اللي هو الناتج. فمثلاً الناس اللي مدخنين في قسم منهم حصل عنده الناتج اللي هو المرض، والناس الكنترول اللي ما هم معارضين للتدخين أيضاً قسم منهم صار عندهم المرض، وبصير بقارن أنا معناها بين المجموعة الأولى المعارضة والمجموعة الثانية غير المعارضة، بقارن بنسبة حدوث المرض. معناها أنا بالكوهورت ستادي أنا ممكن أقارن نسبة حدوث المرض بين المعرضين وغير المعرضين، ولكن انتبهوا أنه أنا بدأت وقسمت المجموعتين بناء على إيش؟ بناء على التعرض، بناء على الإكسبوجر، وهذا مختلف على الكيس كنترول ستادي اللي راح نحكي عنه بعد شوي. فأول عنصر من عناصر الدراسة الحشدية هي الpopulation أو الحشد أو المجموعة الناس اللي راح أختارهم. ففي عندنا ثلاث أنواع من أنواع الpopulation. إما أن تكون الpopulation هي open وdynamic، يعني حشد مفتوح ومتغيرة، يعني مثالها سكان مدينة معينة، لنفرض سكان مدينة حلب. سكان مدينة حلب هم عدد مختلف، ممكن يختلف بالنهار عنه بالليل، ممكن يختلف بالشتاء عنه بالصيف، وبالتالي عدد السكان أو عدد الناس راح يكون مختلف، وفي ناس راح يدخلوا ويعيشوا بالمدينة وفي ناس راح يتركوا المدينة، ففي ناس بتدخل وناس بتطلع. بينما النوع الثاني هو الفيكست. الفيكست هو لما بيكون في عنا مجموعة من الناس، وهي المجموعة ما حدا رح يدخل عنصر جديد على هاي المجموعة، ولكن ممكن في البعض انه يخرج منها. ومثالها انه لنفرض انه في مصنع معين العمال قسم منهم تعرضوا لأشعة، فمجموعة العمال لنفرض في عندنا 200 عامل، فهل 200 عامل هي المجموعة، قسم منهم تعرضوا للأشعة، وبعدين خلص الإيفنت، يعني خلص التعرض ما عضل بعدين، فنحن بندرسهم على فترة مثلا سنة سنتين أو ثلاثة، وبنشوف أنه مين منهم رح يصاب بالمرض، فمنهم رح يموت وبالتالي ممكن يخرج، ولكن ما حدا رح يدخل جديد على المجموعة لأنه هدول الناس
تعرضوا وخلص التعرض ومش الحال، وبالتالي ممكن يخرج الشخص ولا يمكن أن يدخل أحد آخر. النوع الأخير هو النوع المغلقة، الحشد المخلق اللي هو closed، فاللي بيصير أنه المجموعة اللي تعرضوا لنفرض للأشعة أو لتعرض معين نحن بنتابعهم خلال فترة قصيرة معينة، ومثالها أنه ممكن مجموعة من الناس لنفرض 15 شخص راحوا إلى عشاء مثلا مع بعض وكلهم أكلوا من نفس الأكل وبعدين راحوا على البيت، فنحن بنتابعهم خلال عدة أيام بسيطة بنشوف مين الناس اللي تسمموا ومين الناس اللي صار عندهم مرض التهاب المعدة أو تسمم بسبب الطعام، وبالتالي هي المجموعة مغلقة ما حدا رح يتعرض من جديد، وبنفس الوقت ما حدا رح يطلع لأنه المجموعة متابعتها رح تكون خلال مدة قصيرة. النوع الثاني، عفوا العنصر الثاني بدراسات الحشدية هو الإكسبوجر، التعرض. كثير مهم لازم نحدد ما هو نوع التعرض، يعني ناس راح يكونوا معرضين وناس راح يكونوا غير معرضين، فلازم نحدد ما هو نوعية التعرض. هل هو مثلا التدخين؟ هل هو الأشعة؟ هل هو دواء معين؟ هل هو طريقة علاج جديدة؟ بعدين العناصر الأخرى هي الفولو أب بيريود اللي هو متابعة الحشد أو متابعة عناصر الدراسة. هل راح تمت هاي المتابعة على مدة سنة، سنتين، ثلاثة أو عدة أشهر مشان نشوف النتائج؟ وآخر شيء اللي هو الأوتكم، لازم نحدد كمان ما هو الناتج من هاي الدراسة. فمثلا الناس اللي معرضين للتدخين مثلا الناتج هو ممكن قد يكون سرطان الرئة أو ممكن يكون مرض COPD، مرض الانسداد المزمن رئوي المزمن عند المدخنين، فنحن بندرس الأوتكم، هذا هو الناتج. هلأ بالنسبة للدراسات الحشدية، إما أن تكون retrospective يعني تقهقرية، أو أن تكون prospective يعني تقدمية، أو أن تكون ambidirectional يعني ثنائية الجانب. هلأ بكل الأنواع هاي الثلاثة دائما حدوث الإكسبوجر التعرض يحدث قبل الناتج، يعني دائما التدخين يسبق سرطان الرئة، دائما التعرض للأشعة يسبق مثلا سرطان الدم، فدائما التعرض يأتي قبل الناتج. فإذا كانت الدراسة retrospective فمعناها نحن بنعود إلى الزمن إلى الوراء وبنشوف الناس اللي حصل عندهم تعرض وبعدين بنشوف إذا صار عندهم هذا الناتج ولا لا. بالنسبة للprospective بنشوف الناس اللي صار عندهم التعرض بالماضي وبنتابعهم لمدة سنة، سنتين، ثلاثة. مثالها هو المصنع اللي تعرضوا العمال للأشعة، فحدث التعرض هذا بالماضي ولكن حدوث المرض رح يصير في المستقبل، وبالتالي نحن بنتابع هذول الناس بالمستقبل على مدى سنة، سنتين أو ثلاثة، وبنشوف مين الناس اللي صار عندهم الأوتكم أو المرض. الامبري دايركشنال هو لما بنكون الدراسة بنعمل مثلا مراجعة لأضابير المرضى، يعني chart review بشكل تقهقري راجع يعني retrospective، وبنفس الوقت بنتابع المرضى بالمستقبل. مين اللي بيحدد نوعية الدراسة انه هي retrospective او prospective؟ اول شيء هو research question، شو هو سؤال الدراسة. تاني شغلة هو الـ practical constraints، يعني شو هي العوائق أو المشاكل العملية، يعني ممكن الـ prospective هي دراسة غالية الثمن بينما retrospective هي دراسة سهلة لأنه بتكون رخيصة. الزمن، هل أنا عندي زمن وزمن الفترة بين حدوث التعرض والناتج، هل المسافة بين التعرض والناتج مسافة قصيرة؟ إذا المسافة هي قصيرة فممكن أنا أعمل prospective، ولكن إذا المسافة طويلة فعلى الأفضل لازم أعمل retrospective. كمان إنه هل وجود الناس عندي، هل أنا ممكن أعمل، هل هدول الناس ممكن أستفيد منهم بprospective study بدراسة تقدمية ولا لا، هدول الناس ما هم موجودين وما عاد ممكن أنا أحصل عليهم فلازم أعمل retrospective أو دراسة تقهقرية.
ما هي نقاط القوة عند الدراسات الحشدية بشكل عام؟ إذا كانت الدراسة prospective أو retrospective، كلاهما بيكون مفيد جداً إذا كان التعرض هو شيء نادر، إنه ما بيحصل بكمية كبيرة، وكمان هو يساعدني على دراسة عدة تأثيرات لا تعرض واحد فقط. يعني لنفرض التعرض الواحد هو التدخين، وأنا ممكن أشوف تأثيرات التدخين المختلفة، ممكن الإصابة بالأمراض القلبية، إصابة بالجلطات الدماغية، ممكن الإصابة بسرطان الرئة. فتعرض واحد وعدة تأثيرات. كمان أنا ممكن أقيس نسبة الحدوث أو الخطر. بالنسبة للدراسات التقهقرية، فهو مفيد إذا كانت المسافة أو الزمن بين التعرض والناتج هو مسافة طويلة. يعني لنفرض أنه المرض ما رح يحدث بعد التعرض مباشرة، وإنما يحتاج ممكن 5 سنوات أو 6 سنوات، فالدراسة التقهقرية مفيدة، ولكن الدراسة البروسبكتيف ما رح تكون مفيدة، رح تكون على العكس في عوائق. بالمقابل البروسبكتيف راح يكون في عنا علاقة واضحة بين حدوث التعرض الإكسبوج وحدوث الناتج. less vulnerable to bias يعني بيكون عنا الانحياز كميته قليلة بالبروسبكتيف، وعنا معلومات جيدة عن التعرض بالنسبة للبروسبكتيف، لأنه على الأغلب التعرض بيكون حدث خلال فترة قريبة من الماضي. أما نقاط الضعف بالدراسات الحشدية، فهو أهم شيء أنه هي غير مفيدة إذا كان الناتج نادر الحدوث. يعني لنفرض أنه الناتج هو مرض نادر جدا أن يحدث، وبالتالي ما رح نستفيد من الدراسات إما التقهقرية أو الدراسات التقدمية، لأن الناتج ضعيف. وأفضل شيء لهذه النوع من الحالات إذا كان المرض نادر الحدوث أنه نعمل case control study، فنحن بناخذ هدول الحالات وبنقارنها مع ناس أصحاء وما عندهم هذا المرض. البروسبكتيف ستدي هي غالية الثمن وبتاخذ وقت طويل لحتى يمشي حالها، وعلى حتى ممكن نحصل على نتائج. بالمقابل هي غير مفيدة إذا كان المرض يحتاج إلى مدة طويلة للحدوث، يعني المسافة بين التعرض والناتج هي مسافة طويلة جدا، فنحن ما بدنا نستنى 5 سنين نتابع لحتى نشوف المرض حدث ولا لا. Case Control Study. الكيس كنترول ستدي هي عبارة عن مقارنة بين الحالة مع الشخص السليم، فنحن نبدأ باختيار الأشخاص بالكيس كنترول ستدي من حدوث المرض، يعني بنختار الناس اللي صار عندهم المرض أو الناتج الأوتكم، وبعدين بندرس إنه هل مين اللي صار عنده تعرض ومين اللي ما صار عنده تعرض. وبالتالي هي مفيدة إذا كان معلومات التعرض هي صعبة أو غالية الثمن لأنه نحصل على هاي المعلومات، فنحن نبدأ من المرض. إذا كان المرض هو نادر الحدوث، فكمان هاي الكيس كنترول ستدي كمان مفيدة بهاي الناحية. وأيضا كمان إذا كان المسافة أو المدة الزمنية بين التعرض وبين حدوث المرض هي مسافة طويلة جدا، قد تكون سنوات طويلة، فكمان هاي مفيد بهاي الشيء، لأنه نحن نبدأ من المرض وبعدين بنرجع رجوع إلى الإكسبوجر. كمان إذا كان عندنا معلومات قليلة عن هذا المرض. فنقاط القوة مثل ما حكينا أنه مفيدة إذا كان المرض نادر، وممكن أنا أقيم أكثر من نوع تعرض، أكثر multiple exposures لمرض محدد. لنفرض المرض المحدد هو مرض لنفرض الأمراض القلبية، الاحتشائية القلبية مثلا، فأنا ممكن أخذ المرضى اللي عندهم احتشاء قلبي وبشوف إنه مين اللي وشو أنواع التعرض اللي حدث، هل هو وجودهم في منطقة باردة، هل هو التدخين، هل هو السمنة، هل هو ارتفاع الكوليسترول، فأنواع من التعرض. نقاط الضعف فيها أنه هي غير مفيدة إذا كان التعرض قليل، إذا كانت نسبة التعرض قليلة فما هي مفيدة، والأفضل إذا كانت نسبة التعرض قليلة الأفضل أنه نعمل retrospective study. النقاط الضعف الأخرى ممكن تقرأوها. بالنسبة للcross-sectional study هي عبارة عن الدراسات المقطعية اللي أنا بدرس فيها
بدرس فيها الانتشار، على الأغلب هو دراسة البريفالنس، الانتشار إما لمعلومة أو لانتشار مرض معين ضمن نقطة محددة من الزمن. فلنفرض أنا مثلا بدي أعرف طلاب مدرسة معينة، بدي أعرف كم عدد الطلاب اللي يحملون لنفرض مرض الإنفلونزا بوقت محدد، بيوم محدد من الشتاء. يوم محدد من الشتاء أنا دخلت على المدرسة وأخذت عينات من كل طلاب المدرسة، وهي العينات أخذتها ودرست أنا أنه 20% من هدول الطلاب صار عندهم هم مرض الإنفلونزا، وبالتالي أنا درست انتشار هذا المرض بيوم محدد فقط، ولكن اليوم اللي بعده ممكن يكون الانتشار أكثر، ممكن يكون الانتشار أقل، وبالتالي المعلومات اللي باخذها من الكروس سكشنال ستدي هي معلومات تنطبق على يوم محدد أو فترة محددة من الزمن، فما فيها متابعة للمستقبل ولا فيها معلومات عن الماضي، وإنما نقطة محددة من الزمن. فأهم محدد من محددات هاي الدراسات إنه بتدرس العلاقة بيوم أو بفترة محددة من الزمن، وما ممكن إنه نعرف شو هو الإكسبوجر وشو هو المرض، يعني صعب إنه نحدد مين اللي حدث قبل. وكمان إنه لازم ننتبه على موضوع انتشار الحالات، إذا كانت الحالات مثلا مدتها طويلة من الزمن، لنفرض مثلا مرضى السكري، فمرضى السكري يعيشون مثلا سنوات طويلة ومعهم مرض السكري، وبالتالي راح يكون المعلومات خلال نقطة واحدة من الزمن صعب إنه نحدد تماما انتشار هذا المرض. شو هي النقاط الإيجابية؟ النقاط الإيجابية إنه نحن بنحصل على معلومات، ممكن نقول إنه هاي المدرسة بهذا اليوم محدد من السنة في عندنا نسبة الطلاب اللي مصابين بالإنفلونزا هم 20% أو 30%، فممكن أنا أعمم هاي المعلومات وممكن نقول إنه على الأغلب هاي المعلومات صحيحة خلال هذا الشتاء. بنفس الوقت هي الدراسة هي دراسة ما بتحتاج لمصاري كثير، على الأغلب هي أرخص أنواع الدراسات لأنه بتحدث خلال فترة قصيرة من الزمن وما بتحتاج لمراجعة بيانات ماضية أو في المستقبل. بدنا نتكلم على مفهومين حالياً اللي هما البايس والكونفاوندينج فاكتورز. البايس هو عبارة عن البايس هو عبارة عن الانحياز، فهو عبارة عن خطأ منهجي أو خطأ جهازي يحدث وسببه هو أنه يغير من معلومات المقاييس الارتباط. فحدوث الانحياز ممكن أنه إما أن يحدث الانحياز مثلا بالاختيار، يعني اختيار الحشد اللي بالدراسة، أو ممكن يكون في عنا انحياز بالمعلومات اللي حصلناها من هدول الأشخاص. وفي أنواع كثيرة من البايس، يعني في قائمة طويلة جدا من أنواع البايس، ولكن لازم خلينا نركز على نوعين فقط اللي هما selection bias اللي هو انحياز الاختيار وانحياز المعلومات. انحياز الاختيار ممكن يكون إنه نختار نحن مع مجموعة من الناس ولكن اختيارنا كان اختيار منحاز. لنفرض مثلا أنا باخد عينة من المرضى اللي دخلوا إلى المشفى وقلت إنه أنا بدي أدرس الناس اللي بيدخلوا على المشفى وأشوف انتشار مرض قصور القلب عندهم، وأكتشف إنه مثلا 50% من المرضى اللي بيدخلوا على المشفى عندهم قصور القلب. فأنا بهالحالة هاي المعلومات تبعي أنا فقط تنطبق على الناس اللي يدخلوا المشفى، ولكن لا تنطبق على إيش؟ على مجموعة الناس اللي عايشين بالمدينة، لأنه اللي عايشين بالمدينة لا يعني أنه 50% منهم عندهم قصور قلب، وإنما هي فقط الناس اللي عم يدخلوا للمشفى. فأنا ما ممكن أعمم هاي المعلومات لكل مكان، لا، وإلا يصير عندي selection bias، بيصير عندي انحياز بالاختيار. أو أنه مثلا اللي بيصير أنه أنا عم بدرس لنفرض مرض معين،
وعم بدرس مثلا هذا المرض عند مجموعة من الناس، وبلشوا الناس مثلا اللي عم يمرضوا بدأوا يوقفوا الدراسة وبدأوا يهربوا وما عاد يرجعوا إلى الدراسة مرة أخرى، وما ممكن أتابعهم، فبيصير عندنا loss to follow up. فهدول الناس بيخرجوا من الدراسة، وبنفس الوقت أنا ما عندي معلومات عنهم أنه صار معهم المرض ولا لا، ممكن صار عندهم أعراض من المرض وقبل ما يصير التشخيص مثلا تركوا الدراسة، فأنا ما بعرف أنه صار عندهم المرض ولا لا. فالloss to follow up كمان بيسبب selection bias. الhealthy worker effect هو لما بيكون في عنا مصنع مثلا، والمصنع فيه عمال، وهدول العمال مثلا أنا بدي أدرس انتشار مرض الربو مثلا عندهم، فبكتشف أنه نسبة انتشار الربو عندهم قليلة جدا، فهل هذا صحيح؟ لا، هذا على الأغلب يكون في خطأ، والخطأ هو صار بأنه الناس اللي بدأت عليهم أعراض الربو ممكن طردوا من العمل، وبالتالي اللي ضلوا بالمصنع والمعمل هم الناس السليمين. فهذا نحن بنسميه healthy worker effect، هم الناس السليمين هم اللي بقيوا بالمصنع، وبالتالي انتشار الربو بيكون عندي قليل، والدراسة بيكون فيها selection bias. أما information bias هي عبارة عن الانحياز بالحصول على المعلومات، إما أن يكون recall bias، يعني أنه بسأل الناس أنه شو أكلت مثلاً الأسبوع الماضي، لأنه أنا عم بدرس مثلاً النظام الغذائي عند هدول الناس، فبيقولوا لي ممكن أنا أكلت وجبة لحم، وجبتين مثلاً خضار، فممكن ما بيعطوني معلومات صحيحة لأنه كله بتعتمد على التذكر، فهذا اسمه information bias. أو ممكن interviewer bias اللي هو الناس اللي عم بتقابلهم بيصيروا يقولونهم انت اكلت مثلا لحم امبارح، انه عم بيذكروهم او طريقة السؤال بتكون طريقة موجهة، او قد يكون misclassification، يعني بيكون في عنا نوعية يعني تشخيص المرض بيكون مثلا خاطئ مثلا، فهذا بنسميه كمان انحياز للمعلومات. فدائما نحن لما بأي دراسة رصدية لازم نحدد هل هناك انحياز ولا لا، وما هو مدى هذا الانحياز، هل هو انحياز حصل بمستوى قليل ولا انحياز وحصل على مستوى كبير، وهل هذا الانحياز سبب لي زيادة بمقاييس الارتباط ولا سبب لي نقص في مقاييس الارتباط ولا سبب لي انعدام للارتباط تماما. The confounding factors اللي هي العوامل المحيرة أو العوامل المربكة. العوامل المربكة خلينا نبدأ بمثال مشان أشرح لكم إياه، وأشيع مثال، وهو عبارة عن مرض النقرس. لنفرض إنه الأوتكم تبعي هو مرض النقرس، والإكسبوجر أنا اللي عم بفكر فيه إنه لاحظت بدراسة معينة بدراستي أنه الناس الذين يلبسون ساعات ذهبية يحصل عندهم مرض النقرس، فأنا قلت بدراستي أنه إذا كان الشخص يلبس ساعة ذهبية فهذا الشخص سيكون معرض، أو أنه هناك علاقة بين ساعة ذهبية وحصول داء النقرس. داء النقرس هو جاوت. فأنا عم بدرس هل ساعة ذهبية ممكن تسبب حدوث داء النقرس أو الجاوت، فأجد أنه هذا الشيء قد يكون فيه confounding، هناك عامل مربك بالموضوع. العامل المربك هو confounding اللي هو تناول اللحم. نحن بنعرف أنه تناول اللحم هو اللي بيسبب داء النقرس أو الجاوت، بيسبب flare-ups، بيسبب التهاب النقرس. فالعامل المربك هو تناول اللحم، ونلاحظ أنه هناك علاقة بين الناس اللي بيلبسوا ساعات ذهبية مع تناولهم للحم، فاللي بيلبس ساعة ذهبية بيكون بياكل لحم أكثر، واللي بياكل لحم أكثر على الأغلب كمان بيكون عنده ساعة ذهبية، وبالتالي العامل المربك هو عبارة عن عامل خطر. ولكن أنا بدراستي اللي درست فيها علاقة الساعة الذهبية مع الناتج
ما انتبهت لهذا الموضوع، ما انتبهت أنه تناول اللحم هو عامل خطر مهم جدا بهذا الموضوع. مثال آخر عليه هو أنا ممكن أقول هو أيضا ممكن علاقة الساعة الذهبية مع حصول الاحتشاءات القلبية. فبعدين بكتشف أنه اللي عنده ساعة ذهبية ممكن يكون عنده فرضا ارتفاع بالكوليسترول لأنه بيأكل مثلا أفضل من الشخص اللي ما عنده ساعة ذهبية وبيكون مثلا جائع وما عنده مثلا تغذية جيدة، فما بيصير عنده هذا العامل المربك اللي هو ارتفاع الكوليسترول. فشو هي الوسائل اللي ممكن أنا أحاول أحدد موضوع العوامل المربكة؟ فبأي دراسة لازم دائما أفكر شو ممكن يكون في عوامل مربكة داخلة بالدراسة ممكن تأثر على النتيجة. فأنا اللي بعمله أنه بتصميم الدراسة بالديزاين إما أعمل randomization اللي هو اللي بيصير بال controlled randomized trials أنه بيصير عندنا توزيع عشوائي، أو أنه يكون restriction تحديد لنوعية معينة من المرضى، أو أنه يكون في عندي matching أنه كما يحدث بالcase control study. بالcase control study الcase والcontrol يكونوا متشابهين بكثير من العوامل اللي هم السن والجنس والحالة الاجتماعية وحالة التدخين. فبيكون بحاول أنه أكبر قدر ممكن من العوامل اللي أنا أعرفها بعمل ماتشنج بحيث انه المجموعتين متشابهين. فهي انا ممكن اعمله اذا كانت بموضوع تصميم الدراسة، ولكن بموضوع الاناليسز اللي هو اجراء التحليل، تحليل الاحصائي للدراسة، فممكن اعمل ستاندردايزيشن. ممكن اعمل ستاندردايزيشن بحيث انه يكون الناس المعرضين وغير المعرضين بيكونوا لهم نفس المقاييس بالدراسة. كمان الستراتيفايد اناليسيس بحيث انه انا ادرس المجموعات حسب الجنس حسب العمر. يعني ممكن انا عم بدرس علاقة فرضا مثلا علاقة سرطان الكولون مع اكسبوجر معين، تعرض معين، لنفرض هو تناول اللحم الأحمر. فأنا اكتشف أنه تناول اللحم الأحمر يمكن ما بيأثر على سرطان الكولون، بس بعدين أنا بكتشف أنه لا، أنا لازم أنتبه على موضوع عامل العمر، لأنه حدوث سرطان الكولون عند الناس اللي أعمارهم كبيرة بيحدث أكثر من الناس اللي أعمارهم صغيرة. فإذا بعمل أنا stratification يعني بوزع المعلومات والبيانات حسب العمر، ممكن كل 10 سنوات أجد أن الناس اللي أعمارهم كبيرة هم اللي يكون وتعرضهم للحم الأحمر أكبر، هم اللي بيصير معاهم السرطان بنسبة أكبر. وكمان ممكن أعمل multivariate analysis اللي هو التحليل الإحصائي متعدد المتعدد، التحليل المتعدد، لأنه في multivariate وفي univariate، إما تحليل يكون متعدد أو تحليل أحادي. طيب نصل إلى أهم جزء من الدراسة، أهم جزء عفوا من المحاضرة، هو كيف أقوم بنقد دراسة إحصائية، دراسة رصدية. أول شيء لازم أعرف شو هي تشريح الارتيكل أو تشريح الدراسة. تشريح الدراسة دائما أنا أول شيء أبدأ بأبستراكت، بعدين الانترودكشن المقدمة، بعدين methods اللي هي الوسائل أو طريقة البحث، بعدين results اللي هي نتائج البحث، بعدين discussion اللي هي المناقشة، وأخيرا هي conclusion أو الخاتمة أو الخلاصة من الدراسة، وبعدين بيجي عندي references اللي هم المراجع. فثلاث أمور أساسية لازم نركز عليها لما نحاول ننقد أو نقرأ دراسة رصدية. أول موضوع هو collection of data، ثاني اللي هو كيف تم جمع البيانات. النقطة الثانية كيف تم تحليل هذه البيانات، وثالث نقطة كيف تم تفسير هذه البيانات. فأول جزء هو عبارة عن جمع البيانات، فلازم أعرف ما هو سياق الدراسة،
يعني الدراسة ليش أجت؟ ما هو سياقها؟ يعني قد يقول أحد الدراسات ممكن يقول أنه نحن عندنا بهذا المشفى عدد كبير من الناس عم يدخلوا معهم قصور قلب، فنحن بدنا ندرس شو هي عوامل اللي تسبب أنه المرضى يصير عندهم هجمات حادة من قصور القلب. فالسياق بهالدراسة هي راح يكون أنه حدوث حالات كبيرة من قصور القلب، أو مثلا الوفيات عم بتكون كبيرة من سرطان معين، يعني مثلا سرطان الثدي أو سرطان الكولون. فهذا هو سياق الدراسة. بعدين بدي أدرس الأوبجكتيفز، هي الدراسة ما هو الفرضية اللي عم تفرضها. كل دراسة لازم يكون في إلها فرضية. ففرضية مثلا دراسة معينة قد تقول أنه هدفنا أن ندرس العلاقة بين التعرض اللي هو مثلا التدخين مع حدوث سرطان الرئة، فهذا هو هي هي الفرضية. بعدين لازم نعرف شو هو الإكسبوجر، شو هو التعرض بهذه الدراسة، هل هو مثلا دواء معين، هل التعرض هو كان مثلا تدخين أو أشعة أو عوامل مثلا بيئية أو عوامل مادية. ولازم نحدد كمان شو هو الأوتكم أو الناتج، ما هو الناتج، هل هو مثلا حدوث إدخال متعدد للمريض للمشفى بأكثر من مرة، أو حدوث هجمات حادة للربو عدة مرات خلال الأشهر القادمة. بعدين لازم أحدد شو هو نوع الدراسة، type of study، هل هي دراسة تقهقرية، دراسة prospective تقدمية، ولا هي دراسة case control، ولا هي دراسة cross-sectional مقطعية. بعدين لازم أحدد شو هو study population، اللي هو شو هو ما هم مجموعة الناس أو الأشخاص الحشد اللي أنا عم أدرسهم. هل أنا عم أدرس طلاب المدارس في المدينة، ولا عم أدرس المرضى اللي عم يدخلوا على مشفى محدد اللي هي بتكون single center study أو multi center study، ممكن تكون على أكثر من مشفى. بعدين بدي أدرس وأشوف إذا كان في عنا أي نوع من أنواع الانحيازات، هل هناك انحياز في الاختيار يعني selection bias، ولا كان في عندي انحياز بالمعلومات يعني information bias. وآخر شيء بموضوع جمع البيانات لازم أشوف إذا في عندي confounding factor، يعني هل هناك عوامل مربكة ما انتبهوا لها خلال الدراسة. ممكن في بعض الأحيان ما بينتبهوا لبعض أنواع العوامل المربكة، فالقراء هم اللي بينتبهوا لهذا الموضوع، وإذا كان في كثير من هاي العوامل المربكة اللي ما انتبهوا لها، فنحن لازم نعتبر هاي الدراسة ضعيفة بسبب عدم الاهتمام بهذا الموضوع. فهي بالنسبة لجمع المعلومات. بالنسبة لتحليل البيانات، تحليل البيانات لازم نشوف كيف استطاعوا انه يحددوا موضوع العوامل المربكة، شو هي الانواع التحاليل اللي استخدموها، هل استخدموا standardization، ولا استخدموا matching، ولا استخدموا multivariate analysis. إذا استخدموا أي من هدول الوسائل فمعناها ساهموا بتحديد العوامل المربكة قدر الإمكان، بحيث أنه ما تأثر على النتائج. بعدين لازم نعرف شو هي الـ measures of association اللي استخدموها بالدراسة، هل استخدموا مثلاً rate ratio، ولا استخدموا risk difference، ولا استخدموا odds ratio، ولا استخدموا mortality rate. فهي إذا بدكم معلومات عن الـ Measures of Association بترجعوا لمحاضرة الدكتور بلال فرواني، تكلم عن هذا الموضوع خلال الأسابيع الماضية موجودة على القناة. آخر شيء هو الـ Statistical Stability، هل هناك عوامل ثباتية لهي الدراسة الإحصائية، هل هناك قيم P-value هل كانت موجودة، هل عطوني بالدراسة P-value، هل عطوني Confidence Intervals ولا ما عطوني، وهدول الconfidence intervals هل هما هل هي الأرقام بعيدة عن بعض، ولا هي الأرقام ضيقة وقريبة من بعض، لأنه هاي بتفرق كمان. آخر شيء هو موضوع تفسير النتائج. تفسير النتائج أول شيء لازم أعرفه شو هي نتائج الدراسة، وبعدين لازم أعرف إنه كيف العوامل المربكة والانحياز أثر على النتائج،
وهل كان هناك non-differential misclassification؟ non-differential misclassification معناها أنه أثناء تفسير المعلومات نجد أنه الدراسة بتقول أنه لم نجد علاقة بين التعرض وبين الناتج، يعني بين الإكسبوجر والأوتكم، ولكن قد يكون السبب أنه إما الناس مثلا صار في loss to follow up، أو ممكن يكون كان تشخيصهم للمرض خاطئ، يعني ما انتبهوا على تشخيص محددة مثلا، أنه أو ممكن يكون أسلوبهم في الاختيار المرضى كمان كان خاطئ، وبالتالي صار عندهم أنه النتيجة لم يجدوا علاقة بين الإكسبوجر والأوتكم، فهذا بنسميه non-differential misclassification. بعدين لازم دائما ننتبه شو هي الليميتيشنز، المحددات لهذه الدراسة أو النقاط الضعيفة بالدراسة، لأنه كل دراسة لازم يذكروا شو هي الليميتيشنز. إذا ما ذكروا شو هي الليميتيشنز فنحن لازم نكتشف شو هي الليميتيشنز، المحددات، الأمور اللي تضعف هذه الدراسة. مثلا retrospective study على الأغلب راح يكون في limitation، لأنه دائما نحن ما ممكن نحصل على معلومات دقيقة 100% إذا كانت الدراسة تقهقرية، فهي واحدة من limitations. مثلا بعدين ندرس شو هي الخلاصة اللي أعطوها كاتبي الدراسة، وأخيرا هل ممكن تعميم هذه الدراسة على عدد أكبر من الناس ولا لا. أنا حالياً بكون انتهيت من كل المواضيع في هاي المحاضرة. طبعاً في مثال أنا حابب ممكن أعمله حالياً أو ممكن أتركه للجلسة القادمة اللي هي الجلسة الحية، لأنه حالياً أتوقع أكثر من نصف ساعة صار اللي في هاي المحاضرة، فنترك هذا الموضوع ونترك هذا المثال القادم للمحاضرة القادمة اللي هي المحاضرة التفاعلية، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا. أكثر هاي المعلومات كانت موجودة على كتاب Epidemiology in Public Health لآن أشنغرو، ومعلومات كمان أيضا من كتاب الإبيديميولوجي لليون غورديس. بنصحكم أنه تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك Syrian Scientific Research Club SSRC، وهذا هو اسم المجموعة. تابعونا على الفيسبوك وحاولوا أنه تتابعوا المحاضرات المسجلة والمحاضرات الحية. بلقاكم إن شاء الله في المحاضرة الحية مشان أن نطبق الأمثلة حية من خلال retrospective studies, prospective studies وأنواع أخرى من الدراسات بنطبقها، وتكون هي محاضرة تفاعلية، وبتمنى مشاركتكم معي. وإذا في عندكم أي سؤال ممكن تسألوني على صفحة الفيسبوك مباشرة أو من خلال تعليق على اليوتيوب channel، وبفضل عن طريق صفحة الفيسبوك مشان يصير التواصل أسهل وأسرع. وشكرا جزيلا لكم ويعطيكم العافية.